تواصل شوطنا 21 بانطلاقة وتواصل الشعارات وتواجد القوة والندية ما بين الأسماء الحاضرة والمتواجدة. نبدأ مع مقدمة هذا الشوط لنتابع أول المراكز. شعار الجريسي على المركز الأول مقدما لنا انطلاقة وتواجد مغامرة. أو هنالك تواجد العمالة سعيد بن فهد بن سعيد القريسي. تغيرت أمور الصدارة مع شعار بن مشروم من انطلق على المركز الأول مع الهايلة فرج بن صالح بن سالم المشروم المري ليقدم لنا شعار على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز العمالة بشعار الشاعر القريسي مقدما لنا العمالة سعيد بن فهد بن سعيد القريصي. ثالث المراكز ثالث التحديات شعار بن نديلة من الجانب الأيمن على المركز الثالث ينحجب رقم عنا. هذه هي البدوع من واقع الشعار بنسميها البدوع وشعار بن نديلة. المركز الرابع رابع المراكز وتابع تقدم على المركز الرابع من قبل مزون فهد بن سعد بن طالب الفيدة المري. المركز الخامس خامس المراكز مسيكة علي بن حمد بن محمد العجمي. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى. أعود إلى أول المراكز إلى المقدمة والصدارة مع بن مشروم وانطلاقة شعار بن مشروم الهائلة على المركز الأول. ما زال أدائها هائل ورايع مع المقدمة ومع انتصاف المسافة. تعود ملكية الهائلة لفرج بن صالح بن مشروم المري. ثاني المراكز التواجد من قبل المركز الثاني العمالة سعيد بن فهد بن سعيد القريصي. المركز الثالث اللي ما زال رقمها منحج بنسميها البدوع وشعار زيد بن محسن بن نديلة. هذا شعار زيد بن محسن بن نديلة. المركز الرابع رابع المراكز التواجد من قبل مسيكة بن بيشان وشعاره علي بن حمد بن محمد العجمي. ثالث المراكز اتضحت امورها في هذه اللحظات تقدم مقدار احزاب بن محمد الحسن المري بن نديلة بالفعل وشعاره. المركز الرابع وتابع شعار بن بيشان. خامس المراكز الله وصلوا هالطلايب تقدمت الاسماء والشعارات. نهابه مشعل بن حسن البريدي او مشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي معذره البريدي تقدم شعاره ليخترق الصفوف وينطلق مع المركز الثاني. بهذه اللحظات الاسماء كاتبه الشعارات واصله لا محاله. بدات الامور خلف المركزين الاول والثاني تختلط ببعضها البعض لكن اشوف القريصي مع العمالة ينطلق مع المركز الاول بدأ يعمل وايضا يشكل المحركات النفاذة بانطلاقة العمالة على المركز الاول. سعيد بن فهد بن سعيد القريصي المركز الثاني تقدمت نهابة وصلت لتنهب المراكز المتقدمة بشعار البريدي وانطلاقة نهابة مشعل بن حمد البريدي. المركز الثالث وصل شعار النعيمي على ثالث المراكز. هذه الضبية وهذا شعار بن حباب مبارك بن ناصر الحباب الهاكي. المركز الرابع اعطوني رقم رابع المراكز اللي تدخلت بهذه اللحظات تقدمت بهذه اللحظات وصل بن جهيب الله وصلت ظن بهذه اللحظات علي بن حمد بن جهيب المري بانطلاقة المركز الرابع. راقب انطلاقة ظن بدأت تتسلل من مركز إلى مركز أراقبها بأن كانت موقعة خلف الخمسة المراكز الأولى. هذه هي ظن انطلقت مع اول المراكز علي بن حمد بن جابر القفرار المري هالن عيرية وبن جهي مقدم لنا شعاره مع المركز الاول. راقب يا بن جهي الوصول والغدوم وصل بن قطامي وهنالك ايضا وصول وتقدم من قلب الضبيان علي بن محمد بوليلة المري. وصل بوليلة يقدم لنا شعاره مع هذه اللحظات ابناء الجزيرة. هنالك ايضا قدوم من بن قطامي ولعت فتيلة هذا الشوط الله بن قطامي
قطامي بن قطامي يخير مع أول المراكز ليقدم لنا شعاره مع انطلاقة النايفة علوش بن راجس الدوسري مدونة باسم الدوسري بشعار بن قطامي على المركز الأول. الثاني والتبريكات لمالك النايفة علوش بن راجس الدوسري على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. أعطوني ثاني المراكز. وصلت مشاهدينا الكرام بن صبيان علي بن محمد بوديل المري. المركز الثالث كان الوصول من غير الظن علي بن حمد بن جهيم المري. المركز الرابع تقدمت أو وصلت مغامرة لفيصل بن عايض العسيمي. المركز الخامس خامس المراكز الضبي المبارك بن ناصر الحباب الهاجري. الثاني والتبريكات لمن حالفهم الحظ. شوط غوي بانطلاقاته بمنافسة الأسماء وتغيير المراكز من مركز إلى مركز. نذهب بحضراتكم للتوقيت الزمني لنتابع التوقيت الزمني 6:21 سبع أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لمالك النايفة علوش بن راجس الدوسري. المركز الثاني التوقيت 6:23. ست دقائق 22 بدأ الجزء من الثانية. الثاني والتبريكات نزف لمالك بن ظبيان علي بن محمد بوليل المري. المركز الثالث وصل الظن. توقيته الزمني 6:23 ثانية جزء من الثانية. الثاني التبريكات لمالك ظن علي بن حمد بن جهيم المري على هذا الفوز المستحق. شوط جديد ينطلق وزن البدر العتيق.